من أتى بعمرة في شوال ولم ينوي الحج وتسهل له الحج، هل ينوي الحج منفردا أم متمتع؟ شوف يا إخواني جزاكم الله خير، الأصل في التمتع شرطان، أن يبقى بمكة وأن لا يرجع إلى أهله، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، واختاره عمر وابنه ابن عمر خلاف ابن عباس رضي الله عنه للصحابة أجمعين. مثال ذلك إنسان اعتمر وهو من أهل جدة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ورجع إلى جدة انقطع التمتع، وبه أفتت اللجنة الدائمة الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ بن الخضير وغير والفوزان وغير واحد. طيب هو من أهل الرياض جاب عمرة وراح جدة وراح المدينة لكن ما رجع الرياض وحج من عامه، هذا متمتع، فإن رجع إلى دويرته انقطع تمتعه وهو بخير النظرين فيما يريد من الأنساك.